طب أستاذ أبو حامد، كيف كان موقفك عندما صنع هذا الدستور؟ يعني نعرف جميعا أن الدساتير تصنع لتبقى لفترة طويلة وليست لتبقى لمدتين رئاستين ثم يتم تغييرها مرة أخرى. يعني لو هل كنت معترضا عليه في هذا الوقت؟ للشأن العام في مصر، احنا في تقييمنا للدستور كنا بنقيمه في ظل الظروف الموجودة والراهنة وقتها، وكان الحاكم أو الغالب علينا جميعا هو فكرة سرعة الانتقال للشرعية الدستورية، لأن كما تعلم حضرتك عقب ثورة 30 يونيو كان في يعني صعوبات دولية بتواجه الدولة المصرية في فكرة الاعتراف بشرعية الإجراءات اللي اتبنت على ثورة 30 يونيو. يعني حضرتك، هو الدستور ده كتب ولم يكن الرئيس السيسي رئيسا للجمهورية. كتب هذا الدستور من أجل مصر ومن أجل مستقبل مصر، فلم يكتب لظروف معينة أو لشخص معين أو ضد شخص معين. الدستور اتكتب ليعيش واتكتب عشان يكون يعني منارة لنا في المستقبل.